السلام عليكم متابعي قناة الدار، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. واليوم إن شاء الله كنتلاقاو في هذا الفيديو هذا الجديد. هانتوما كيف كتلاحظوا راني جايبه لكم النبتة ديال الشجرة ديال الورقات ديال شجرة الزيتون. ايوا يمكن لكم تسألوا شنو هي الفائدة ديالها. انا اليوم غادي نتحدث على هاد الفوائد، فوائد كثيره الصراحه ديال هاد الورقه ديال الزيتون، عندها بزاف ديال الفوائد. من ضمن هاد الفوائد المهم هادشي اللي غنقوله في الفيديو، هاد النبته هادي الصراحه هادي شجره مباركه كيف ما تحدث عليها الله سبحانه وتعالى في القران والرسول صلى الله عليه وسلم، شجره مباركه الصراحة. هاد الورق ديالها راه فيه بزاف ديال الفوائد، من غير التمرة ديالها اللي كناكلو، الزيتون والزيت وهاد الورق حتى هو. المهم هي الشجرة كلها نافعة من الجذر حتى التمار. الصراحة هاد الورقات هادو يعني راه غير اللي ما جربش ما جربهمش ما كيعرفش الفائدة ديالهم. الصراحة هادو راهم زوينين، مزيانين بزاف، مزيانين المرض السكري، المرض السكري تيهبطو السكر، ومزيانين للضغط كيقادوه المرض الضغط، يعني اللي كيطلع عليه الضغط او كيهبط ليه ملي كيبدا يشرب هاد الماء ديال الورقات ديال الزيتون، تيتقاد ليه هذاك الضغط. وبالنسبه عاوتاني اللي عنده الدهون بزاف في الجسم، لهذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم، الدهون حتى هذا راه كيقضي على الدهون ديال الجسم، وبالاخص البطن الكريشه كيدخل الكرش بالمعقول يعني. وانا راني مجربه يعني تنقولها لكم عن تجربه شخصيه، ماشي يعني غير سمعتها ولا شي حاجه، انا راني كنطبقها. وفي الصراحة زوين وهائل، كيدخل الكرش ما كتبقاش خارجة. وش نقول لكم، ملي كتشربوه كتحسوا بواحد الراحة، الأمعاء، الجهاز الهضمي، كل شيء، الكرش الداخلية، كل شيء كيصلح في الصراحة. مزيان المتانة، الجهاز البولي، حتى الجهاز التنفسي مزيان. في الصراحة الفوائد ديالو ما كتعدش وما كتحصاش. وكنت منكم تجربوه وتردوا عليا الخبر، وبالاخص ان هاد الوراق ديال الزيتون يعني راه موجودين في كل بلاصه. حنا دابا تبارك الله عندنا في المغرب شجر الزيتون موجود، يعني ما كاينش تمشي شي مدينه وما تلقاش الوراق ديال الزيتون، شجر الزيتون. وحنا بالاخص هاد الورق هذا ما كنعطيوش الاهميه بزاف، مع انه مفيد بزاف. يعني ماشي ضروري غناخذهم شجره الزيتون غير الزيتون والزيت، راه حتى هاد الورق ديالها راه مفيد. حتى هو هانتوما تجيبوا هاد الوريقات هادو وتغسلوهم، وحتى الا كان ديك الزيتون الصغير منين تيكون مازال يلاه عاد بدا كي عاد بدا كيبان في الشجره، حتى هو راه مزيان. المرض السكري كيف تنقولوا حنا في المثل المغربي، دقبط للمرض السكري والطونسيون الضغط وحتى القولون العصبي. يعني الانسان ملي كيشربو تعرف كترتاح بزاف، النفسيه ديالك والذات كتحس بذاتك خفيفه ورشيقه في نفس الوقت. واش قلت لكم، انا راه حتى الدهون كينسفها، ما كتبقاش ديك الدهون في الكرش ولا في الجسم، وبالاخص البطن، لان البطن فيه اللي كتركز ديك الدهون. يعني راه مفيد. هانتوما الطريقه ديالي، كنجيب ديك الورق وتنغسلو مزيان، كندير بانيو مزيان وتنغسلو، لان راه تيكون راكم عارفين تيكون مسخ. ومن الاحسن تشوفوا هذاك الزيتون اللي تيكون بعيد على الدخان ديال السيارات والمعامل، بحال دابا اللي تيكون في الباديه في العربيه، تيكون بعيد على ديك، انا قلت لكم الدخان وديك الوسخ، التلوث كيكون بعيد على التلوث. المهم كيتغسل مزيان، كنغسلو غير في الماء بارد العادي، كنغسلو مزيان
وانتما اللي جرب هاد الوصفة هادي ونفعاتو وجربها، ما ينساش إذا كان أول مرة كيشوف الفيديو ما ينساش الاشتراك واللايك والتعليق، وما تنساوناش دعمونا دائما بتعاليقكم وباللايكات ديالكم. انتم راني غسلته ودرته في الشبكة باش يقطر صفاية او الشبكة، المهم كل واحد كيف تيقول لها، باش تيقطر ديك الماء ديال الغسيل ما كيبقاش فيه، كيقطر مزيان. انتم كتشوفوا ديك الماء اللي تيقطر ما كيبقاش. انتم بعد ما غسلناه احنا كنديروه هنايا في هاد الغرف ديال الزاج ديال الزجاج، لانه من الاحسن ديروه في شي حاجه ديال الزجاج او ديال الطين. انا راني كندير واحد القله ديال الطين كبيره بزاف، كنديرها كتهز شي 6 لتر، لان كنديروه كنشربوه بزاف. انا المهم هذا غير باش نوريكم، باش حتى اللي بغى يدير غير شويه كان ما كانش عنده شي حاجه كبيره يدير بحال دابا هذا الدجاج. هانتوما كيف كتلاحظوا راني كندير حتى هاد العويدات ديالو، كنقردهم هكا، كندير العواد والورق. هانتوما هنايا ها هو هذا كيف كتلاحظوا، راني درت الوراق والعواد وكل شيء، كنكب عليه الماء غليان بزاف. هانتوما غتلاحظوا الماء غيكون كيغلي درجه الحراره ديال الغليان. هانتوما راه الماء كيكون تيغلي بزاف، تيكون وصل لدرجه الغليان. هانتوما هكا، هانتوما تقدروا تلاحظوا راه البخار كيطلع منه. هانتوما شفتوا البخار راه كيطلع، وتنغطيه كنجيب ثوب نقي هكذايا، واحد التويب كيكون نقي كنغطي به باش كتكون فيه ديك زيوت الطياره وما كتمشيش، وكنرجع. المهم تنغطيه هكا مزيان باش ما كيخرجش، ما كيقيصوش الهواء وما كتخرجش هذيك زيوت الطياره ديالو. هانتوما كيف كتلاحظوا تنغطيه مزيان وتنخليه. هانتوما الا لاحظتوا راه بدا شي شويه كيطلق شويه ديال الصفوره، حتى يرجع في التالي صفر بزاف، كيرجع مائل اللون ديالو الاخضر والاصفر. ها هو وهكا كنخلي حتى تيبرد، منين تيبرد عاد تنبداو نشربو، تيجي بحال شويه صفر. دابا هنا راه مازال ما طلقش مزيان حيت راه باقي حتى باقي سخون، بقى الكاس سخون، يعني حتى كيبرد ما حدو تيبرد وهو كيزيد يطلق. هانتوما كي كتلاحظوا اللون ديالو بحال صفر مغلوق، منين تيبرد مزيان تيرجع احمر، تيرجع بحال شكل الشاي. وبصراحه راه زوين، غير استعملوه يعني اكيد شنو نقول لكم، راه تيدخل الكريشه، ما كتبقاش الكريشه خارجه، اللي عنده الكرش خارجه راه ما تتبقاش خارجه، ولكن خصك دائما كتشربوا يعني في اي وقت، ماشي مشكل، ماشي يعني لا قبل الماكله ولا مور الماكله، انا راه تنشربوا دائما فين ما كيجينا العطش. دايره هادي دايره هادي، هانتوما هاي هادي راه واحد القله ديال الطين كبيره، تنعمرها وتنخليها تنبقى كل ساعه نشرب. انا غنكب لكم هذا وتشوفوا اللون ديالو. هانتوما راه دابا باقي فيها غير شويه، هانتوما الا لاحظتوا اللون ديالها شتو احمر بحال شكل الشاي. هانتوما اللون احمر، هانتوما هذا مع هذا شتو، هذا اللون احمر بزاف وهذا باقي شويه صفر، راه هكذا تيكون اللون ديالو. هانتوما هكذا ملي تيطلق مزيان تيبرد، هذا راه مازال تيبرد وغير رجع بحال هذا اللون. هذا كتشربو كاس ولا المهم كل واحد على حسب، كاين اللي في الاول غيجيه المذاق ديالو شويه يعني ماشي بحال الماء، ولكن مع المده غادي تولف وزوين. انا بصراحه انا تيجيني عادي، لان انا ولفت دابا كنشربو دائما.
زعما راه عادي مزيان كتشربو في وقت في اي وقت، وقت الماكله ولا قبل الماكله او من بعد الماكله. انتوما غزال، يعني شربتو يعني مزيان ما فيه حتى حاجه، وكيطيح الطونسيو. هذا كيف حنا تنقولوا الطونسيو، كاين اللي تيقول الضغط، كيطيح الضغط ومزيان لمرضى السكري، ومزيان فيه بزاف زعما ديال الفوائد. وعند تجربة انا استعملته وجربته، يعني شان نقول لكم فوائد ديالو كتيره بزاف الصراحه. وكنت كنستعمله حسيت بالكرش ديالي دخلات، ما بقاتش كيف كانت. يعني الانسان اللي بغى كيطيح الدهون حتى هو، يعني راه كي تنقولوا بهذا المعنى هذا مخير، فوائد كتير.